أخت لنا من مهد الذهب بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف نون راي، تسأل وتقول: ما حكم قص الشعر إلى الحاجب للزينة عند النساء وعدم تبيينها للرجال؟ لا يجوز قص الشعر إن كان تقصد شعر الرأس، فإنه لا يجوز قصه إلا عند الحاجة، كان يثقل عليها وتصعب عليها مؤونته تحتاج إلى تخفيفه، أما قصه من أجل التشبه أو من أجل التزين هذا لا يجوز، لأنه لا زينة في قص الشعر، وإنما قص الشعر يكون من التشويه والجمال في بقاء الشعر المنظم الذي يصلح بالطرق المعروفة هذا هو الجمال، وأما قص الحاجبين أو أخذ شيء منهما فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته بنفسها أو بواسطة غيرها، وأما أخذ شعر الوجه فإذا كان مشوها وخارجا عن العادة فإنها تأخذه، وأما إذا كان عاديا فالأولى تركه لما في ذلك من الخلاف، من العلماء من يعتبر أخذ شعر الوجه من النمص، ومنهم من يرخص في ذلك، فإذا كان ماشيا أو جاريا على العادة وليس فيه تشويه فالأولى تركه عدم التعرض له خروجا من الخلاف. نعم.